واحد ما يشتغل في سوق الأسهم بس يكتتي، ما عنده إمكانية، ليه ينحرم من سوق الأسهم؟ الاكتتابات هذه فرصة لمين؟ للأفراد هدول اللي إمكانياتهم ضعيفة. فطبعا أبو 20 ألف لما يكسب له 400 ريال 500 ريال أو قريب بعد 4 اكتتابات 2000 ريال، والله طلع 10%. يعني تخيل مثلا خلال العام اكتتب له 10 اكتتابات، 10 اكتتابات كل اكتتاب طلع منه 20%. حلو، ال 20 ألف صارت 24 ألف. حلو الاكتتابات، يعني ال 4000 دي اللي كسبها هو راس ماله صغير في الاكتتابات، حلو طول السنه لو جاته 10 اكتتابات. طيب هذه ال 4000 و5000 لواحد عنده 20 ألف، واحد عنده 30 ألف، واحد عنده 15 ألف، خلاص هذول هذه الاكتتابات للسيوله دي. هذول لا تسالوا اكتتب، اما لا تسالني انا، لا تجي عند ابو محمود تساله ايش رايك. انا مغسل يدي، انا لي 17 سنه في السوق وخلاص مليت اكتتابات. ايه نضحك على بعض، وفي اكتتابات فشلت وفي اكتتابات يا دوب ولا حق تضيع الوقت ولا حق السؤال عن ولا حق السؤال عنها كم. ما ادري، هذا وجهة نظري والله اعلى واعلم. سمو، شوف محطوطه برقمين. سمو فينها؟ سمو من الزلام. سمو 53 ريال هذا شارت الساعه. شوف اداني بيانات شارت ساعه ساعه بس، ما اداني يومي، اعتبرها شمعه يوميه واحده. اوف، وهذا اول 5 ساعات تداول افتتحت الاعلى، الاعلى 57.5، وفي النهايه الادنى 53. يا لطيف، يعني معناها دخلوا على النكبه في السوق الرئيسي. لانه تعرفوا ليش؟ ليش؟ ما دام دخلوا في السوق الرئيسي معناها بدات مقارنته بشركات القطاع العقاري في السوق الرئيسي. غالي غالي. طيب نشوف موقع تداول نزلوا في التطوير العقاري، نزلوا هي راس ماله اقل راس مال في الشركات العقاريه بعد البحر الاحمر. طيب مكرر 21، قيمته الدفتريه 14.5، عنده ريالين ونص، ريالين ونص وسعره 53، يعني هذا سعره العادي على الاقل اسوه بزملائه في القطاع الجيدين المثاليين. مثلا لو نبغى نقارنه في التعمير، نقارنه في الاندلس. شوفوا الاندلس يعني سعره 37 35، ايش 53؟ غالي والله، غالي يا جماعه، والله سعره غالي، ولا التفت له ولا اطل فيه، وهو في طريق وانا في طريق، لا يعرفني ولا اعرفه. بعدين ربنا يحرق. لما في يوم من الايام بعد سنه كده نشوف الاخبار، نشوف كيف وضعه في المستقبل. والله هذا مشروع تلبيس طواقي، مشروع تلبيس طواقي. انا ما عندي استعداد البس طاقيه شيء جديد، يكفي زمان لبسنا طواقي حتى راسنا تفقع من الطواقي، بطلنا نلبس طاقيه خلاص، ما احب الطواقي. ولا يا خوفي بعدين هذه الريالين ونص تتبخر، يقل النمو، يضعف، تضعف الشركه بسبب ركود عقاري، يصير الريالين ونص يصير بريال ونص، بعدين السهم حتى تقييمه ينزل، يصير في العشرينات ويدبل تحت. والله يا جماعه الموضوع ما هو موضوع ارجاف تحليل مقارنة باللي صاير في سوق الأسهم السعودية وأسهم السوق القديم. والله في شركات عقارية أطلق من سمو، وشفنا تاريخها كيف، زي دار الأركان وجبل عمر، يعني شوفوا عمالقة القطاع، وشوفوا التعمير اللي هو من أنظف الشركات ومن أحسنها، قيمته كم؟ والله أقعد في التعمير ولا أقعد فين؟ شايفين الطاقية اللي حطها أبو يحيى في اليوتيوب؟ أقسم بالله إنه مثال حي لواحد حيلبس طاقية أكبر منه. شوف شوف كيف غطت له، غطت عيونه شوية، غط خشمه، يعني حتكتمه. هذه طاقية صحيح مهوية، تجيب تهوية بس المشكلة إنها ما تخليك تشوف قدامك. شوف. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، حياك الله. عجبتني الطواقي، طواقي زري ولا طواقي عادية؟ لا طواقي عادي. ما هي زري، ها؟ منقشة كده. لا عادي يعني. كيفك أبو ثامر، إيش أخبارك؟ الله يسلمك، كيف حالكم؟ كلكم بخير إن شاء الله. والله أبشرك الحمد لله بخير. والله كلامك عين العقل، خاصة في الشركات اللي نازلة كمان. ايوه يعني شركة جالسة تطرح دوبها جديدة لها 3 سنين ب 66 ريال، ليش؟ بعد كم سنة تحصلها ب 20 ريال؟ ومين الضحية؟ الضحية نحن. والثانية لسه كمان ما أدري إيش هي، اللي هي أديس هذه، لما قريت القوائم المالية حق 6 شهور 22 هللة الربح. لا يا شيخ. والله 22 هللة. وكم سعرها في الطرح؟ لسه ما حطوا كم سعره. المشكله انه في واحد مره قعدت
كده بالصدفة كده سمعته يتكلم عن الاكتتابات، ما شاء الله عنده متابعين ودائما كده متحمس للاكتتابات. هذا في يوم من الأيام أنا سمعت له يتكلم عن سهم، قال أظن عن الحديد أو عن شركة في السوق رخيصة، قال إنه مكرراتها وقيمتها الدفترية ومدري إيش وكذا. ولما جاء الموضوع الاكتتاب قلت الله هذه شركة محترمة وتبغى تنزل ولا يفوتكم. طيب يا حبيبي روح افتح هذا، قارنها في الشركة ديك اللي انت ما عجبتك، اللي هذيك في العشرينات وفي الـ18 جالس تنزل من قدرها، وهذا الاكتتاب جالس تنصح الناس يكتبوا فيه ب 70 و 80 ريال والشركة لها مستقبل وان شاء الله اللي يكتتب. طيب بكم يبغى يكتتب ويكتتب بسعر غالي؟ يعني شوف التناقض العجيب، هذاك ماليا، هاي شوف دحين انت ايش قلت؟ قلت هذه اديس 22، هذا الحين لو تيجي عند شركه تقول لهم شوفوا هذه شركه رخيصه يا دوب يقول لك 22 هذا القليل، طيب وهي ب 18 ريال، طيب ليش ب 60 ريال مشيتها؟ يعني ايش التناقض العجيب هذا؟ ما ادري العالم كيف تفكر، بس زي ما قلت لك اكتتاب اكتتاب عشان تبيع اول يوم يومين وبعدين تنفك ما في مشكله، اكتتب. إذا كنت والله أنت من الناس اللي تحس إنه والله يا أخي ال 200 ريال تفرق معاك، 300 ريال تفرق معاك، اكتتب يا أخي روح، أما لا تقرب مننا نحن في مركز الأسهم السعودي، أو لا تيجي لأبو محمود تسأل عن هذه المواضيع، أي شيء فيه حلاوة أعرف إن أبو محمود لا يكتتب فيه. نحن ترى من زمان ما طرحت لنا شركة، أيام ليش معنا زمان كانوا ينزلون لنا شركة ب 10 ريال، وبيني وبينك حتى الشركات اللي كانت تطرح ب 10 ريال آخرها الريتات. شوفوا الاكتتابات كيف فاشل، تعرفوا انه في شركات ريتات طلعت الاكتتاب ب 10 ريال لا حوالي يمكن الان 4 5 سنين ما طلعت فوق ال 10 ريال، يعني المكتتب لو قال ابغى اكتتب واخزن الى اليوم ما شاف رقم اعلى من قيمه الاكتتاب، ولو شافه قال لك خليني استنى شويه رجع طاح. روح هذه الاكتتابات برضه ابو 10 ريال، وانا سبحان الله الريتات كلها ما اكتتبت فيها، طب ليش تقول يا ابو محمود اي اكتتاب ب 10 ريال اكتتب؟ بس انا ما كنت مقتنع في الريتات، لما عرفت نشاطها وطريقتها قلت والله في شركات عقاريه، والله كنت اقول لهم دار الاركان اطلق، وكان دار الاركان ب 9 ريال، وانا اقول الان اعمار اطلق من 600 ريت بكل ما فيها اعمار، انا قال يا اخي شوف راس المال، انا اروح اكتتب في اعمار، ها؟ اعمار طلعت ب 10 ريال، شوف اقل من قيمه الاكتتاب، ولا اكتتب في ريت من الريتات هذه، تبغوا لا كذا ولا كذا، والله عندي التعمير اطلق. شركة نمو ومحفز وتوزع أرباح وأحيانا توزع منحة أسهم وشركة ناجحة وفي قلب العاصمة الرياض ودائما في تطوير الرياض من المستفيدين، والله عندي التعمير من زمان أطلق من عندي من أي شركة ريتية. كنت أقول لهم الأندلس أطلق من 600 ريت، شوفوا الأندلس من 14 وصل 24، المراكز العربية الآن المراكز قيمتها الدفترية 29، شوفوا راس مالها قريب نص مليار، شوفوا ارباحها سعرها 21 44، بتقول لي السمو ب 54، لا والله انا ادخل في اتحمل غثاثه المراكز العربيه واقعد فيها، ها ببياناتها الماليه هذه اطلق بمليون مره من 600 شركه زي السمو، شوف سعرها كم تطل في السعر، السعر بس هي الاكتتابات هي حقت ايش؟ حقت اول فوره اول ايام اول كم شهر او كم يوم وبس خلاص، تلبيس طوال. بس غريبة ليش ما أعطانا بيانات سمو العقارية، ليه ما أعطانا بيانات أداؤه في سوق نمو؟ يمكن عشان اخترت الرقم الجديد، لو اخترت الرقم القديم يعطيني خليني أجرب، إذا قلت له سمو سمو، طب إذا اخترت الرقم القديم سمو، قول شوف كيف هذا السمو، هذا أداؤه هو أيام كان فين؟ أيام كان في، يا الله هذا أداؤه الأسبوعي أعلى رقم منذ الإدراج سجله 84، يا لطيف على تلبيس الطواقي، وتاريخه كان على طرف السحابة وكان على وشك اختراق، وكان هذا كله مسار هابط. شوف القناة، شوف القناة يا ولد، شوف القناة هذه، يعني ما اخترق الترند، قنوات إذا جينا عند القمة وسوينا كده، يا الله يا لطيف، شوف فين واقف كان. أنا ليش أخذت هذه الشهادة؟ ليش اختفت القنوات؟ يعني قبل ما يدخل في السوق الرئيسي شوف كيف ضحكوا عليهم، كان السهم خلاص يعني قالوا بس شكله حيدخل السوق الرئيسي حنخترب، راح سحب فيهم على تحت، يعني معناه هو قفل عند التينكين على الفاصل الاسبوعي، هذا لو كسر هو كم قفل؟ لو كسر 54 كسر التينكين واغلق دون، هو كم قفل؟ كسر التينكين؟ والله كسر، هيا تعمل كيجن
51، هذا لو كسر 51 كسر السحابة على الأسبوعي، وسحبهم بعدين لقاع القناة. وين قاع القناة؟ هاي خذ لك، تخيلوا السهم ده، ضحكوا عليهم منذ الإدراج بدأ ينزل كده 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 كده. والله شوف، أنا قلت 38 37 سعره، لو نزلوه بهذا السعر يعني منطقي بناء على مكرره، يا خوف الشارت في المستقبل كده. هذا هو، ما دام نزلوه نسبة في أول يوم معناه خلاص هم ما عندهم نية يخترقوا، بدأ يعيش وضع السوق. شوف هذه قناة في سمو، أعلى رقم سجلوا قلنا كم؟ أعلى رقم سجلوا 84، وقيمته اليوم 52. هذا الكلام من متى؟ هذا الشارت هو متى أدرج في السوق؟ أدرج في السوق في 11/5 2020. يوم الخميس. لا، في أنا هذه بيانات سوق نمو. سمو. هو أول ما أدرج في السوق تسجل الأدنى 19 ريال، الله أخذوه خلاص وشبعوا منه، دبلوه مرتين وثلاثة، وجالسين يشوف كيف يصرف ويصرف ويصرف ويصرف، وقمم وقيعان قمم وقيعان. هذا لحد الآن اتجاه هابط منذ أن تراجع من أعلى قمة. شوف من متى بدأ التراجع، ودع القمة دي في 11/4/21، وفي من 21. وشوف على حظه متى دخلوه السوق، دخلوه السوق كان على وشك الاختراق. الناس قالت إذا دخل السوق الرئيسي حيطلع، بس شكلهم ضحكوا عليه. يعني شوف يعني مستقبل الشارت هذا لو قدر الله انه يمشي ضمن نظريه القمم والقيعان الهابطه، هذا قاعه 38 40 38 ريال. طيب انا اديته سعر عادل بناء على مكرر ربحيته، وكذا اعطيته 38. يعني شوف ابو محمود كابيتال، هذا ابو محمود كابيتال، ابو محمود كابيتال طل في في فحص السهم، شاف العائد ريالين ونص، شاف القيمه الدفتريه، قدر السهم. مو هذول جماعه كابيتال زي كذا يقول لك نحن بناء على كذا ننصح بالاحتفاظ، ننصح، انا انصح بالبيع، سعر غالي. السهم جاي من فين؟ جاي من 40، وصل قريب ال 60، قرب كان قرب يجيب 50% من قاع الموجه في 23، يعني والان هو عند قمه سابقه طاح منها هنا، يعني عند هذا الخط. شوفوا كيف هذا التحليل، هذا التحليل. شوف هذه القمم، هذه القمم اللي طاح منها السهم، شوف ضربها وما قدر ادخلوه السوق الرئيسي. هذه اخر شمعه له قبل ما يتداول في السوق الرئيسي، يعني كان بصراحه في منطقه بيع للقانون، عشان احد يبغى يدخل في السهم ده بناء على سلوك فني ايجابي، كان الدخول باختراق الترند والاغلاق الاسبوعي فوقه. هو راح لف الطار الان، وشفتوا لو كسر السحابه، يعني لو كسر 51 تقول لي فين رايح؟ اقول لك هذا المنظر. طيب فين رايح؟ رايح عند ال 40 الى 38. حتى شوفوا الاستوكاستيك على الاسبوعي، على شرط اسبوعي ترى استراتيجي، شوفوا الار اس اي قريب خط ال 30، يعني قريب منطقه التضخم. هاي ما خليتها في نفسكم، يلا عشان برضو لا يجي واحد يقول ما في شركه ما حللها ابو محمود، حتى الشركه الجديده اللي نزلت السوق ها تحللت الان. ابدا التوافق، والله يعني هذا هو التوافق. دائما نقول الانسان الناجح اللي او المحلل يعني عشان ينجح لازم يركب التحليل الفني مع المالي، عشان ايش؟ يقيم سعر السهم ويطل في الشارت، يشوف يطل في، والله يعني انا في المستقبل لو قالوا سمو قريب 38 وبياناته الماليه ما تغيرت، يعني برضه عنده ريالين ونص، ومعناه مكرر ربحه انخفض الى قريب ال 15 وال 16، حلو. وبعدين اجي اطل في شارت زي كده الاقيه في قاع قناه، والله منطقه حلوه، ساعتها ما اخاف ادخل واحط القناه في ظهري واقول والله عندي قاع اقدر ايش استنير فيه، يوم اشتري اعرف اني خلاص نطاق مخاطرتي معروف، مو ادخل هنا واقول يا ساتر هذا كيف لو كسر شوف فين حيسحب فيه. وصلى الله وبارك. ابو محمود ممكن تكرما تحلل وقت اللياقه، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. خلاص وقت اللياقه، الله يرحم ايام، الله يرحم ايام كنا نحلل وهو في السبعينات، الله يرحم وقت اللياقه، خلاص وقت اللياقه دبت. وأصبح الآن سهم خطير، خطير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وللمضارب خطير، يبغى له احترافية ويبغى له كل فطير وطير. سهم أنا من وجهة نظري خلاص يعني ما خلى شيء ما سوى، يعني إذا في شيء يعني لملاك هذا وقت اللياقة. شوفوا بالله قارنوا، والله العظيم لو ترجعوا لليوتيوب أسمعوا أبو محمود ماذا قال عن وقت اللياقة
في تحليل سابق له في شهر 9 أو 10 من عام 22، يعني قبل سنة. والله هذا لقاء في شهر 9 يا جماعة 22، بالله روح دور يا أبو يحيى على تحليل لوقت اللياقة في شهر 9 ولا 10. وخلينا نسمع الفقير إلى الله أبو محمود إيش كيف كان، إيش النبرة اللي كان يتكلم فيها في المنطقة دي، اللي هي كانت نسبة تصحيح من قاع كورونا تعادل، أو حتى كان السهم مصحح 61 ومبالغ في النزول عند المطب هذا. والله لو يجيب أبو يحيى لو يجيب أبو يحيى الشارت أو التحليل في ذاك التاريخ أسمع، وأسمع الآن تحليل أبو محمود عن وقت اللياقة. وقت اللياقة الآن عند مقاومة 127 فيه، يعني إذا في رمق ويقول أنا لها انشكاح، والانشكاح اللي يعقب الانبطاح انه يعدي 156 عشان يجيب ال 161 فيه من موجه، يعني يكرر نفس السيناريو اللي كرره من قمه ما قبل كورونا. شوفوا هنا راح جاب السهم ما نسبته 161 فيه، هنا شوف وصل 261 فيه من الموجه اللي من القمه الاولانيه. يا رجل يا رجل يا رجل، ايش تبغى اكثر من كده؟ ايش تبغى اكثر من كده؟ هذا بيسبح في الفضاء. شوف 149 60 وقت اللياقه، سهم العضلات راح خلاص. الله يرحم ديك الايام لما كنا نتكلم وهو عند ال 61 في. طيب بالله عليكم هذا ايش يسموه ده؟ هذا ايش يسموه ده تاريخيا؟ اليست قناه؟ اليس سقف قناه القناه الاولى؟ هيا فين وقت اللياقه بيلعب؟ داخل هذه القناه الكبرى منذ ادراجه. هاي هذه ايش هذه؟ في قمة القناة. الله، شوفوا لما العالم دخلت هنا كانوا خايفين في أسوأ الاحتمالات إنه لو كسر فيهم هذا الدعم يطيحوا إلى الترين، قاموا لفوا الطالة وراحوا السقف وحققوا من موجة الأولى. لو مسحنا كل الفيبو ناتشيات وخلينا الفيبو الأصلي اللي هو كان من هذه القمة إلى هذا القاع، هيا شوف 261 فيبو من الموجة وسقف البولينجر على الشاهد. هيا هذا بالله عليك، في واحد عاقل ها فلوسه عزيزه عليه، حتى لو قالوا له عنده انشكاح وانشكاح بدون اغلاق شهري، طب هذا كيف حيقعد في السهم مالي؟ يعني وين ايش الطمأنينة؟ طيب تعالوا نشوف وقت اللياقه، نقيم سعره العادي عشان نشوف يتوافق مع التحليل الفني ولا لا. نشوف في اي قطاع هو موجود، موجود في قطاع الخدمات الاستهلاكية، مكرر 25، قيمة دفترية 18، يعني يقدر يمنح سهم لكل سهمين، يا إنه يصبر هنا ويقول لك عندي منحة سهم لكل سهمين ويصرف عليها. أما كمكرر 25 غالي، هذا سعره العادل، سعره العادل 90 ريال 85 بناء على مكرر، سعره العادل عنده 5 ريال 6 ريال 5 ريال 6 ريال يحافظ عليها، هذا سعره العادل من 190 ريال. شوفوا الآن سعره 149 60، يعني إذا شفتوه في يوم من الأيام وقت اللياقة نزل، فكان في المستقبل في هذا المكان مسوي قاع عند هذا الترين، يعني خلينا نقول من قاع كورون عند هذا الترين. هنا أفكر في وقت اللياقة على مبدأ انه على طرف التريند، يعني هذا السعر عادي، هذا السعر سعر عند خط التريند من قاع كورونا مرورا بقاع عام 22، خلاص يا وقت اللياقه. اما اذا تبغى تحليل حق يومي ومدري ايش، هيا شوف يا ويل ويا ظلام ليلك لو كسر وقت اللياقه بكره 147 ونص او 148 ونص واغلق دونه، او اكدها ب 146 147 ريال، لانه حيكون لاول مره يرجع يكسر متوسط ال 50 على الفاصل اليوم. الله يستر ما تكون الطلعه الاخيره دي قمه ادنى من قمه، هذا عشان نرجع نتفائل انه حيرجع 158 يعدي 155. لو كسر السهم او شمعت بكره اغلقت كده بس سقط السهم خلاص، معناها كل سنه وانتم طيبين على اليوم. تعالوا نشوف على الأسبوعي، والله بعيد المتوسطات، على الشهري بعيد المتوسط، يعني شوفوا الآن ما لكم إلا لعبة المتوسطات اليومي. يقول الله يبارك فيك نصحت أخي ببيعه ب 150 زعل علي. زعل؟ زعل عليك؟ معلش سامحه إذا كان غشيم سامحه،
هو هذه مشكلة الواحد لما تيجي تعطي أحيانا الصراحة تزعل. هو مش يمكن متعشم في خير مبسوط مبدع معاه السهم حظه حلو طالع معاه في موجة حلوة دوام، قول له بس دوام الحال من المحل. هو ترى يا جماعة اللي يطل في الشارع هو كده بدون رسومات بدون ما يعرف السهم يسوى، ترى قوي ممتاز. يقول لك شوف وقت اللياقة شوف، بس نحن ايش اللي خلانا نفضحه؟ الشخاميط، النسب الفيبو، القنوات. يعني الشارت هذا منذ الادراج، منذ الادراج شوف اذا هذا سقف وهذا سقف وهذا سقف، شوف القنوات شايفين، وهذا سقف وهذا قاع. هاي اتفرجوا على الادوار، شايفين الادوار التاريخيه هاي. دائما ابو محمود ايش يقول؟ يقول اصدق المؤشرات هي التي هي القنوات والاتجاهات العامه. اين يقف السهم الان؟ ها اين يقف؟ اين يقف؟ اذا واحد الصراحه ما تعجبه وريه المنظر ده شوف، وهو عند ال 127 فيبو من الموج الصاعد، ممكن ما في شيء مستحيل. تعرف الشارت هذا ايش يقول؟ يقول الشارت هذا الاستراتيجي ما لم يسقط السهم فيكسر هذا الدور احتمال انه يصعد فيروح كده احتمال، لكن هذا الاحتمال خطير عشان انا ادخل في هذا الحسبه خطير. ليش؟ لو انه مشتري من هنا والله ما يعني اقول اللعب في لعب، والله هذه قناه رجع لسقف القناه الرئيسيه الاولى لانه سبق انه اخترقها وبدع من وراها، ممكن يرجع لنفس المنطقه دي. ولو اخترق السقف ممكن كشمعه تصريفيه زي هذه شوف يسوي حركه هنا في المنطقه هذه، يسويها من هنا الى هنا بس من اجل انه يدق ال 161 فيه. لكن الان تقييم حاله السهم الان، انا ايش لازم يسوي راعي وقت اللياقه فنيه؟ لازم يخفف، لازم يبيت، وبالذات اذا كان هو الى الان متعشم ب 155 خلاص، ما عشان لا نخوفه كثير نقول له نحدد له خط رجعه، لا يكسر متوسط ال 50 148 60، لو كسر 148 60 انتبه، يعني انت في وقت اللياقه بكره لازم تكون عينك على الرقم ده، يعني تخش الحمام بدري، تقضي عازه بدري، تنهي مصالحك بدري، ما يصير تقعد بعيد عن الشاشه وانت مشتري وقت اللياقه، لانه لو كنت انت ما جنيت ارباحك وما خففت وبدا يكسر ترى ما حيشاور، ترى ممكن جديدك تذبذبه 15 ريال في اليوم، يعني لو انحرف ده لا قدر الله وكسر المتوسط تخاف يصير عليه بيوع، طيب لو نزل 15 ريال شايفين من فين لفين؟ حيروح يوصل عند القمه اللي اخترقها. هو ايش اخترق العام هذا؟ اخترق 138، يعني انا ما اضمن يجيب ال 138 في جلسه بسبب الانحراف السلبي. بعدين لو جينا مثلا خلينا نشوف هنا ندور لنا قناه صاعد كسرها، قناه صاعده فرعيه كسرها واختبرها، شوف من اخر منطقه قيعان اسس منها نموذج صعود على اليوم، شوف كسر الترند ورجع اختبره وطاح، هذا على اليومي. تبغى ترند اكبر منه معناه ما عندك ترند الا من هذه المنطقه لهذه المنطقه. شوفوا يا جماعه طلعت بالضبط قريب ال 138 القمه، ها هذا تحليل ولا ارجاف؟ اذا في مفاجاه وفي حركه انشكاحيه عيني عينك يبغى يسويها وقت اللياقه يتمكن من اقتحام ال 156 ويغلق فوقها، يقول والله شوفوا لا كسر ال 50 واخترق احتمال يروح 178 بسبب الاختراق هذا. اما الحاله الان هي حاله سلبيه، واللي نصح اخوه انه عند 150 يبيع وضيع عليه 3 ريال كان ناصحا امين، لانه فوات الربح ولا ايش؟ ولا الم، انا ما بدي اقول الخسائر، ولا الم فقدان الربح كمان، لانه ما توقع في احد خسران في وقت اللياقه. اساسا ما في احد خبل دخل من فوق ال 145 الا مضارب يبغى ياكل فطير ويطير، والفطيره دي جات عند ال 155 من زمان، يعني شوفوا السهم ايش قاعد يسوي من زمان؟ قاعد يمشي عرضي، يقول الله يسعدك يا ابو محمود انابيب العربيه عشان ادخل انام متعلق على سعر 95 من اكثر من 3 سنوات. بيع بيع تستنى ايه؟ طبعاً بريالين 5 ريال بيع، حتى لو راح 10 ريال بيع بيع. الشركات القيعان كثير تعوض 20 و30 في المستقبل،
اذا طمعان ب 20% زياده في بيب بيب تعوضها وانت مرتاح في هذه السوق ثاني. وش تسالني؟ والسهم على اللي ضربت 93 و95 وصل قمه، قاعد تستنى ايش؟ تشاور مين؟ 3 سنين متعلق، كان قدامك دبلين عشان تكسب من 30 ريال وصل فيك 90 وجاي تشاور، والله انك من جنب القده. لا وجالس تدلع ابيع ما ابيع، يا عمي بيع حتى لو راح قالوا لك وراح 10 ريال قدام، بيع انقذ نفسك. فرصه وجات لحدك، حرامي سرق فلوسك، دق عليك الباب قال لك ترى انا شلت منك 100,000 تفضل. عمرها ما تصير، 3 سنين جاك تعويض تقوم تقعد تشاور فيه، والسوق قدامك شركات في الحضيض. انا لو منك ما انام استنى حتى يفتح الجلسه وابيع، ولا ابغى تحليل فني ولا ابغى فين رايح، خلاص راس مالي جاني بعد 3 سنين، المال اهم من كل شيء الان، حلال يرجع لي وابغى اقعد اشاور عشان والله كم ريال ولا كم 5 ريال، خلاص بيع بيع وتعال. لو قالوا لك انا ابيع طلع بعد فتره 20%، انا عندي لك فرص في السوق تطلع 40% اكثر ما يعطيك انابيب نفسه بعد فتره بفلوسك هذه اللي عندك. حسبي الله ونعم الوكيل، نرفزتني يا شيخ، هذا سهم الشيوخ يا عمده رايح 200 ريال، وانا ما نكبنا الا الكلام هذا، ما خرب المحافظ وعلق الرجال 3 سنين الا الكلام هذا. حسبي الله، اروح اسمع تحليل بيب بيب شوف فين وصل. انا ايش قلت له يا شباب؟ لاحظوا ايش قلت له. والله يا ابو محمود اخوي اخذ وقت اللياقه من 80 ريال وصل 160، وقلت له بيع، زعل مني، والراجح الماليه قبل يومين حدد هدف لوقت اللياقه 180. سيبك دحين من هدف الراجحي، هدف الراجحي حاسبين على ال 261 فيبو، وريتك هي انا بس. يا اخي ما دام تقول اخوك عليك 80 ريال بكيف، والحمد لله مو زي صاحبنا تو جاله راس المال، فوخته اخوك، اخوك مصير ويضيع عليه ارباح لكن مو خساره، وضع اخوك مره ممتاز على كده، يحق له ما يرد عليه، اخوك من الفسد، اخوك تعرف متى يبيع؟ يبيع اذا شاف الدنيا مقلوبه في وجهه، يفكر يبيع، ما حيبيع الان، الانسان اللي زي هذه الحاله مشتريه من بدري، هذا هو اللي نقول لملاكم، عشان تنصحوا قول له لا يكسر متوسط ال50، ابدا خفف، ولا حيرد عليك ويبيع، كيف يبيع والسهم اساسا شايفه ما شاء الله في العلانه؟ والله ما يرد عليك ولا حيرد علي، وحق له ما يرد عليه. انا حسبت اخوك مشتري كسبان ريالين بس، يعني تو حيتعلم، هذا الملاك ومعناه اخوك من ملاكه، والله ما حيرد علي ولا عليك ومعاه حق فسقان. انا لو محله ما ارد على احد الين اشوف بعيني ما يؤكد اني انا بدات ارباحي تتبخر. نحن نخاف من اللي يدخل جديد، جاء واحد قال انا بشتري وقت اللياقه، تبغى تدخل عشان تاكل فطير وتطير، لا يكسر 48 ونص اذا شفته قريب ال 155 بيع. هذا اللي يبغى يدخل جديد مضارب، ما في شيء اسمه ادخل استراتيجي واقعد واذا كسر استنى وبعدين اقعد استنى دعم ثاني اعدل واقول والله ابغى ادخل دخول تكتيكي، هذا دخلته اللي يبغى يدخل فيه محترف، يبغى يدخل على اساس انه هو عند دعم متوسط ال 50، يقول لك لو كسر ماركي، اذا طلع ريال ريالين ثلاثه ابغى ابيع. هذا كده يتعاملوا مع السهم ده، ويقعد زي ما قلت لك قدام الشاشه ما يغادرها لما يشتري، لانه هو عنده حاله سلبيه الان على اليومي، كسر ترند فرعي وقيده جاي من منطقه ال 100، قيده لامس ال 127 فيه، هذا لو كسر 148 ونص خطير، وقف خساره على طول. اخوك الان بعد ما انت افصحت الان انه عليه ب 80، هذا عالم ثاني، تعال قارنه بالثاني اللي عند انابيب، يقول لك من 3 سنين متعلم، شوفوا الفرق بين واحد اخذ سهم بالقاع وطلع معاه دبل، يا عمي هذا فسقان، هذا بكيفه، حتى لو اتدلع لو راحت 10 ريال 10 ريال راحت 20 ريال بعدين يبيع طلع كسبان 80%، هذا 3 سنين متعلق ب 95 في بيت، ويجي له بيب بيب، والمنطقه دي الصادف مقاوم، والصادف هدف، والصادف قمه شهريه تاريخيه، وجالس يشاور متعشم انه ممكن يكسب له كم ريال زياده، لا يا حبيبي ولا يبغى لها مشاور، بيع معليش طلع 3 ريال طلع 5 ريال تعال نعوضك هي ان شاء الله في اسهم ذهب يا بلاش، مليان السوق فرص زي بيب بيب، مليان مصيرها تسوي زي بيب بيب. علم حاولوا تفرقوا بين الحالات الفنيه وحالات المتداولين، وكل واحد يعطى على قدره،
في النهاية هذه فلوس، المال قليل الروح، ما هي لعبة بلوت الهزيمة على الأرض صن مغطى. يا عبد الله مالي ومال الفلسفة دي، الرجل يقول لك عندي لي 3 سنين متعلق في بيب بيب، أنت تعرف متعلق؟ متعلق من قمة عام 21، متعلق يعني كان فلنفترض أنه عنده 100,000 ريال، ال100,000 هذه اتجمدت وخسرت حوالي 70% من رأس المال، يعني المية دي صارت 30,000 مثلا. فبعد 3 سنين من الصبر، 3 سنوات، جاته ال100,000. أول تفكير يفكر فيه الآن ما دام وفق وصبر إلين يوصل إلى رأس مال، ووافق رأس ماله الآن إنه السهم عند قمته يبيع خلاص، ولا يدور ولا يطمع. ليش؟ قل لي السبب ليش؟ لأنه التعويض هذا فلنفترض إنه بيب بيب حيطلع، كم حيطلع زيادة؟ 10 ريال؟ 20؟ كم تعادل بالمية؟ 20%؟ أنا أعطي له سهم يدخل فيه يصبر عليه، مو 3 سنين، يصبر عليه 3 شهور 4 شهور يجيب له 20% بالراحة، ويكون أخذها براحته، أخذها براحته، مو أخذها على شد الأعصاب، ها قلق ما قلق، طلع ما طلع، حينزل خلاص، لأنه نحن في مرحلة انشكاح، ممكن في أي لحظة يطمع ينزل السهم عن 95 وتبدأ تتبخر الأرباح، وهنا دخل في الخسائر هو، لأنه ما زال خسران، هو يبغى 95، يقول لك رأس ماله 95. كم ضرب أنابيب السعودية يوم هذا، يوم الخميس الماضي؟ كيف هذا؟ استنى يشاور، كيف نفسي أفهم أنا بس، ضرب كم يا شباب؟ 95.5. هاي لو كان واحد بعكسه زي صاحبنا حق وقت اللياقة أخوه، قال أنا مشتري بيب بيب ب 40 ريال، ما رأيك؟ هقول له خفف وارفع درجة المحافظة على الأرباح، مثلا النسبة الذهبية 82، يلا ما دام متعشم ب 20 ريال زيادة 15، معناه أدخل بمخاطرة 10 ريال، والله أنت في النهاية كسبان يا أخو، يعني ما حنشيل همك، ما راح نزعل إنك فقدت 5 ريال من أرباحك، لكن الزعل لما تكون أنت بتفقدها من حر مالك وتكتبها على نفسك خسارة حقيقية، هنا الواحد يتعاطف معاك ويزعل. أنا كنت يا رجال أقول لي واحد بيع بخسارة 20% سهمك بعوضك 50%، ال 20% مقدور تعويضها، أنت ما يبغى لك الآن، أنت السهم جاب لك خلاص، خلق قنوع، خلق قنوع. شوفوا يا شباب، أعلى إغلاق شهري في عام 21 فين كان؟ هنا. شوفوا متوسط ال 200 على الشهر، شوفوا الشمعة الطويلة هذه، هذه اللي نقول الباقي، الباقي هذه، وأنا عشان أضمن، شوفوا عند ال 78 فيه، أنا عشان أجي في يوم من الأيام كحالة فنية أقول الآن احتمال بيب بيب يواصل زي عديم، أنا لو ما أشوف بعيني إغلاق شهري شهري فوق 93.5 وفوق ال 95 80، خلاص ما عندي تصور أهداف في المستقبل، لازم عشان أبني تصور انه هذا حيواصل ويروح للقمه وممكن يخترقها، انه يكون هذا المنظر تم الاغلاق الشهري فوقه زي حاله عديم، عديم اغلق شهريا مخترقا القمه. شوف شوف العالم اتنكبت، الراجل يقول صادق من 3 سنين، هذا عام 21 هو مشتراه هنا كان في المنطقه دي، شوف كيف نزل فيه الين قاع 22. شوف نحن اليوم من فين هو اخر اخر شمعه دي كانت؟ كانت في 28 فبراير 21 22 23، يعني له تقريبا سنه، سنتين ونص، سنتين وسبعه شهور رجع الين المنطقه دي. بعدين لاحظ ايش فيه؟ في قمه 2014 وفي عنده هنا زي الترند قريب حاجز ال 100 يعني او 103، يعني انا عشان خاطر 7 ريال لا سمح الله يلف وارجع بالاحمر، إذا شفت محفظتي خضرت أبيع بعد 3 سنين من سرقوا لي فلوس، يعتبر حرامي، دق الباب قال لي تبغاها، إيش أقول له؟ سرق مني 100,000، أقول له هات، ولا أقول له، أقول لك استنى شوية ما تديني عليها وصايا، هات حلالي، بعدين أنا أطلع بفلوسي دي ولا حزعل على 6 ريال 7 ريال زيادة، أقول يا أخي خليني ألحق السوق، السوق الآن مليان فيه أسهم في قيعان زي لما كان بيب بيب في قاع 33. بالله يا جماعة منطقي ده مظبوط ولا لا في حالة زي كده؟ أسألكم بالله، أليس أنا منطقي منطق العاقلين؟
والعقلاء والناس الواقعيين، او اني مجنون وخبل، او بارجف في الرجال، او ما ابغى له الخير، او حاسد عن النعمه اللي هو فيها. ما في انسان انا من وجهه نظري عادل الا يفكر بالطريقه دي. يا رجل تعرف لو انا مكانه، لو انا مكانه متعلق التعليقه دي يا رجال والله ما ترددت. مجرد شفت متوسط ال 200 ما ترددت، من يوم ما لامس متوسط ال 200 ما ترددت. شوف وصل 78 فيبو من الموج، ايش ابغى بها التفاليق دي؟ ايش ابغى بها؟ ما ابغى. الله يبارك له ياخذها الهامور، اشبع بها. شوف عنده مطب لو اخترقها 100.75، بعدين الترند عند ال 103، 100.75. شفتوا ال7 ريال دي؟ انا ما ابغى، ما ابغى. واحد زي حالاتي كان متعلق ب 95، بعد سنتين ونص 3 سنين يقول لي المضارب خذها، اقوم اقول له لا ابغى 7 ريال كمان، لا ما ابغى ال7 ريال، انا اروح اركز في سهم ثاني واصبر عليه ومخبخ معاه وانا اعصابي مرتاحه، واختاره كمان خفيف من هذه النوعيه. يا عم البي سي اي عنده ب 33 ريال في السوق، وشركه اطلق من بيب بيب ب 100 مره، هذه الشركه لها سوابق وتخفيضات، الله يرحم ايام كان ب 40 ريال. يا راجل لما كنا نتكلم عليه ب 40 كانوا برضو في ناس يقللوا من شان، وانا كنت اقول لا. طبعا الحمد لله خدمته نتائجه وعقوده مع ارامكو، والحمد لله انه حقق هذا. كلمه اخير يا جماعه، نحن نتكلم عن تحليل ونتكلم عن فن اداره محفظه، وهذا الموضوع في القرارات اللي اتخذتها مع الاخوان الان، ترى هذه يسموها قرارات تتعلق بالاداره. نحن بنحاول نستخدم التحليل لخدمه هذه القرارات، لكن انا ما قلت انه بيب بيب انتهت حفلك، ما زال الى الان والى هذه اللحظه ما زال على خطى عديد. اسمع مني يا كابتن، انا لم انهي الحفل. الحفلة عشان تنتهي بيب بيب لها شروط، أهم شرط عندها الآن إنه ما يكسر السهم سقف الدور الثالث، لأنه اخترق دور ثالث، ممكن يبني رابع ويبني خامس. شوف يعني هذا عشان أنا أعتبر منطقة محافظة على الأرباح، يعني يرجع يكسر 88 ريال أو 87 على النظرية، هنا يبدأ الضعف، نقول حيجر 83 النسبة الذهبية. أما الحفلة ما انتهت، ممكن السهم يختلف ويروح. واضح كلامي؟ عشان لا يجي واحد يقول لي هذا الكلام، طيب ليش يا ابو محمود؟ قلت لا، وضع الحال اللي هو سالني عليها، انا هنا تركت التحليل الفني، اخذت منه اللي ابغاه ورحت الان اتكلمت في ماذا، كيف ندير الفيلم الان، الحاله ماذا تقتضي الان مع هذا الرجل؟ هل هذه الحاله حقت الرجل ده اللي كان متعلم تقتضي الطمع الان، ولا يكسبها ويقول هذا راس مال يجاني؟ نحن هنا دائما نقدم لكم دروس ونقول لكم فن إدارة المحفظة، فن إدارة الأزمة 50% والتحليل الفني 50%. فكل اللي سمعتوه من كلمة بيع هذا يندرج تحت الإدارة، أنا كيف أدير الأزمة دي حقتي، كيف أدير الحالة الفنية الإيجابية حقتي دي. خلاص، في شيء اسمه القناعة، في مصطلح اسمه فوات الربح ولا ألم الخسارة، ينطبق هذا يندرج تحت الإدارة. هذا السهم الآن لملاكه، أبغى واحد يقول لي أنا أملك في بيب بيب طالع معاه من 40 و50، عشان كده أنا تلاقيني أدلع معاه شوي، حتى لو ما باع مو لهذه الدرجة بالضايق، يا الله يمكن يكسب أكثر، لأنه ربحان كسبان، ما راح يتأثر كثير، ما كان يصدق يشوف الأرباح دي. معليه لو ضحى ب 4 ريال 5 ريال في سبيل يكسب 5 ريال، هذا بيغامر مغامرة محسوبة، بيغامر من أرباحه، ما بيغامر من رأس ماله. والله تعالى أعلم، إن شاء الله تكونوا فاهمين علي، لأنه في بعض الناس تأخذ ترى ربع الهرجة وتجي بعدين ليه يا أبو محمود بيعت؟ مالك شغل يا أخي، مالك شغل أنت يا أبو محمود؟ قلت إنه السهم ما حيكمل، ما قلت ما حيكمل، أنا جاوبته على قد سؤاله، هو سألني وقال لي يا ابو محمود انا متعلق من كذا، اعطيته الجواب اللي هو يستاهل، ما لكم شغل، هذا رايي انا معاه هو بس. اما انا ما قلت السهم انتهت حبه، انا تراني واقع ودقيق في طرحي. اكثر شيء يقهرني لما يجي واحد ياخذ ربع الهرجه ويجي حاسبني عليها ويسيب الهرجه الثانيه.
كيف أغلق وقت اللياقة على الشهر؟ ممتاز، إغلاق إلى الآن ممتاز. ليش؟ المنظر أعتقد على الشاري طبعا ممتاز، ونحن من قاعنا اللي جايين منه، خاصة نحن جايين من قاع محترم تصحيحي، يمكن اللي تابع دروسي في وقت اللياقة وتحليلاتي وهو نازل كنت دائما أراهن على اختبار هذا الترند المخترق. شوفوا الآن وقت اللياقة حافظ على الإغلاقات الشهرية ولم يكسر هذا الترند المخترق. شوفوا هذا الترند يا جماعة، لما صعد وقت اللياقة من بعد كورونا شوفوا ايش سوى هنا، شوفوا الشمعة دي كيف اخترقت المسار الهابط بدون ما يرجع يختبر، وشوفوا فين راح هذا الاختراق، حصل فين هنا؟ حصل عند هذا الرقم، شوفوا حصل عند رقم 82 ريال او 81.80. شوفوا حتى كان شهريا لو تلاحظوا ما عنده اغلاق فوق الرقم ده، اغلق السهم فوق 82 وانطلق. هل لما اخترق اختبر؟ ما اختبر، راح أخذهم لفين؟ أخذهم حتى فبراير من عام 2022، 28/2 من عام 22 اللي هو السنة الماضية، قبل سنة من الآن. شوفوا قبل سنة فين كان وقت اللياقة، كان وقت اللياقة قد وصل إلى أعلى المستويات التاريخية منذ الإدراج 138 ريال. طبعا هو من 82 ل 138. شوف هذه بسبب الاختراق بس. شوف دحين أقول لكم ليش. أنت أساسا لو كنت بتتابع رسم بياني واخترق عندك ترين زي كده، كنت حتيجي إيش تسوي؟ هتسحب الوتد كده وتيجي عند الاختراق وحتسوي كده. شوف حتى كان باقي له هدف ما جاب. شوف في الوتد الجماعة اكتفوا، الله أكبر، شوف هدف الوتد جابوا الأيام هاي، شوف هدف الوتد فين يوصلوا، يوصلوا إلين قريب 155، شوف أو 154، وصل السهم 138 وجاك مراوس، طبعا حصل عنده كسر وضعف السهم وطاح. وأنا من يوم ما هو طايح وأنا أناظر منطقة الاختبار، لذلك لما طاح وقت اللياقة في شهر 6 أو شهر 9 حصل وقتها ضرب قوي، جاتنا شمعة قوية كده هبوط في شهر 8 وبعدين 9، نزل لحاله كده نزلة غريبة، قلنا هذه النزلة ممكن يوصلنا فيها إلى مستويات قريب 77، وحطيت لي الخط هذا العرضي هنا، قلت يمكن يروح يلامسه ويسوي وتد ويرجع يقفل فوق الخط المختلف، وهذا تحليلي السهم وقت اللياقة. وفعلا يا جماعة دق السهم، كان هذا الخط عند 73.40، قريب النظرية عند 73 ريال، بس هو الخط هنا 73.40، قلنا إلى 73، وصل وقت اللياقة في جلسة كده 72.40 وقفل فوق 73.40. وكل سنة وانتو طيبين. ومن ذلك التاريخ من شهر 9 10 11 12، الآن 5 شهور، مع أنه السوق طاح في ديسمبر، لكن وقت اللياقة ما خرج عن مساره اللي بناه من هذا الدعم الاستراتيجي، واخترق متوسط 50 على الشهر المكسور، أو اللي كان ولد متوسط 50 على الشهري في شهر ديسمبر أو شهر نوفمبر، وإلى الآن هو محافظ عليه. أين يقرأ هذا المتوسط؟ 81. شوفوا السهم مقفل كم؟ 84.60. كيف يكون أداؤه في فبراير؟ يفترض أني أنا أشتغل معاه كيف؟ هذا في فبراير السهم جيد ما لم يكسر 81.10. تخيلوا الشمعة دي تكسر 81.10، إيش بيصير في الشهر؟ معناه أنهى الموجة الصاعدة من سبتمبر، وهذا ممكن يسقطك مرة تانية إلى القاع. القاع إيش؟ هذا القاع التصحيحي. تعالوا في شغلة فاتتنا شوي، نحن لو كنا ساحبين الفيبو من فبراير من 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 مارش من عام من 2020، كم صحح السهم؟ أكثر من 61 فيبو، مظبوط؟ والحمد لله هو مقفل فوق 61 فيبو. كيف 61 فيبو إيش؟ طلعت مو بس متوسط 50 على الشهري، طلعت هي برضو 61 فيبو تصحيح. شوفوا الدعم ده اللي انتوا حتتكوا عليه في فبراير، يعني دائما لما نقول تابع سهمك، طيب كسر السوق بس وقت اللياقة ما كسر، تطلع من وقت اللياقة؟ لا ما تطلع، انت خليك السهم
حقك جيد، ممكن يتذبذب يقول لك انا ممكن يخالف السوق، ممكن يروح يكمل او ممكن يتماسك. نحن الان عرفنا انه على الشهري لعبتنا فوق 81 هي لعبه ما زالت في المناطق الجيد واغلاقاته ما زالت جيد. كان يفترض ان يكون عندنا اغلاق اميز لو اننا مقفلين فوق قاع شهر 6 المكسور. نحن الان قلنا عندنا قاع 9 رجعنا منه واسسنا منه مسار حلو. شوفوا هذا القاع اللي هو يقرا عند 86، طبعا لو كان مقفل فوق 86 كان هنقول اغلاق ممتاز، لكن نحن اكتفينا وقلنا اغلاق جيد لانه فوق ال 50 على الشهري وفوق منطقه ال 61 في بتصحيح، على امل ان شاء الله اذا ما فلحنا الشهر ده نقفل فوق 86 ان شاء الله الشهر القادم نكون مقفلين فوق. معناه ايش استفدنا المعلومه دي؟ اذا اخذنا اول شيء انه هو جيد ما لم يكسر 81، معناه لو كان وقت اللياقه بيلعب خلال فبراير فوق 86 معناه كيف حيكون اللعبه؟ حتكون اللعبه في المنطقه الاكثر ايجابي اللي ممكن تاخذني لفين؟ اللي ممكن تاخذني ان شاء الله الى 92 مبدئي او 91 80 منطقه ال 50 فيب. احنا خلينا نوزن الفيب مظبوط التصحيحي، قلنا القمه 138 والقاع حق كورونا كان 46، يعني نجبر الكسر نقول 46 20 هو 46 15 92. شوف 92 و10 ممكن تكون هدف ان شاء الله شهر فبراير اذا كان سهم وقت اللياقه يجعل في ظهره 86. فلو طلعت فلو حافظنا على ال 81 وتحركنا الى 92 فهتكون الحركه هذه طبيعية ومتوقعة، يعني مشروع 10% لمن يطلبها بواحد وثمانين وينال عليه ويطير يختلق 86 ويوصل 92 يكون حقق في السهم 10%. لو كسر 81 طبعا منطقة للمضارب طب على طول، لأنك أنت تخاف إنه يبدأ يجرك والسهم ينزل وممكن يحصله مرة تانية يسوي نفس السيناريو، فممكن يوصل 73 لتكوين قاعين متجاورين واحتمال يكسرها يروح لقاع تاني. كيف نعرف القاع التاني؟ نكبر الصورة شوية ونرفع الشارت شوية. طبعا السهم يا جماعة عنده قاع أقل من قاع كورونا، وهذا القاع لو جينا رسمنا ترين، شوفوا الفيلم الوسخ اللي ممكن يسويه وقت اللياقة. إذا كسر قاع السابق في شهر 6 كسر مثلا قلنا 81، نحن ما نقول السوق لو كسر 10577 ممكن يوصل 10000 يسوي قاعين متجاورين، فإذا كان وقت اللياقة سيحاكي السوق، فكسر السوق الترند فكسر وقت اللياقة الترند. وصل السوق عند 10000 وصل وقت اللياقة عند 73، ارتد السوق ارتد وقت اللياقة. طيب كسر السوق 10000 كسر وقت اللياقة 73، أين سيذهب وقت اللياقة؟ على طول عينك على 78 فيبو وعينك على خط الترند هذا، وخط الترند هذا شوفوه يتوافق تقريبا مع هذا القاع اللي جانا في رحلتنا الصاعدة بعد كورونا في شهر 10 أكتوبر من 2020 منطقة 60. يعني أين منطقة الصمود في وقت اللياقة وهو مخرب الدنيا؟ ما بين 65 85 اللي هي منطقة تصحيح 78 اللي ممكن يضربها ويرجع، أو إذا يبغى يمغطك لأهم رقم يعتبره منطقة الصمود اللي هو رقم قريب 60 ريال بالملي، هو 60 10. يا الله 60 10، يعني يصير عندنا هذا أهم قاع تصحيحي في وقت اللياقة إذا نحن حنستمر ضمن القمم والقيعان الهابطة ونرجع نكسر ترندنا ونكسر المنطقة اللي نحن أسسناها كدعم في شهر 9. لأنه يا جماعة هذا سيناريو ما هو موجود الآن، ولكن المحترف اللي يبغى يعرف أبعاد الأسهم لازم يحللها على الشهري، لأنه ما تعرف، لأنه تحليلاتك دي حتخليك دائما عندك نظرة استباقية فين تحط طلبك، فين ترجع تناور لو أنت وقفت الخسارة إذا تبغى تجري ورا السهم وتبغى ترجع تصيده بأقل، فيكون هذه السيناريوهات المتوقعة. الآن طبعا هذا الملف يعتبر مغلق، لذلك نحن الرسمة دي ما بنفكر فيها الآن،
لكن هي مين هذا اللي بيتصل علينا يا فيصل؟ يا فيصل الجهني ليه بتتصل علي يا فيصل؟ بشكل اتصل عليكم كلكم في الزوم. طيب خلاص يا حبايب، عرفنا تحليل وقت اللياقة، ماذا نريد منه في فبراير؟ ما يكسر 81، يتداول فوق 86، أهدافنا قريب 92.10. وأنا أقول والله أعلى وأعلم، إذا اقتحم السهم 92.10 حيودينا بالراحة 103، واحتمال كبير إننا نشوف السهم هنا، ممكن نشوفها في فبراير وممكن نشوفها في مارش مع نهاية الربع الأول، وحتكون هذه المنطقة المتوقع إنها تكون منطقة القمة اللي أدنى من قمة، وحتكون هنا حدود المرحلة دي. يعني يقول لك كأني أخذتك من منطقة 61 إلى منطقة تصحيح 38، ويمكن لو عكسنا الفيبو وين حتطلع عندنا منطقة 38 فيبو في الصعود؟ الله أكبر يا جماعة، هي نفسها شايفين؟ لا 97، يعني حتكون من 97 ضمن النظرية إلى 103، هذا في حال اختراق 92.10، يعني شفنا طلعة قوية في وقت اللياقة استطاعت أن تقتحم 50 فيبو المكسور، ترى ممكن بالراحة السهم نشوفه بشمعة وتد يلعب من 97، إذا وصل هنا الله جاب لكم هدف ذهبي وهدف محترم في ردة الفعل حقته هذه تقريبا نوعا ما، يعني يصعد 38 فيبو من الموج، والله أعلى وأعلى. نكتفي بهذا القدر من تحليل وقت اللياقة. طيب يا حبايب ايش رايكم؟ تعالوا نشوف، تعالوا نشوف، ناخذ الزبده من التحليل الماضي، كنا نتكلم وكانت الشمعه دي هذه لا يكسر 81، نحن في قناه صاعده، السهم ممتاز ايجابي، اهم مقاومات انه نروح عند 91 ال 50 فيه. تعالوا شوفوا ايش سوى وقت اللياقه، اللي دخل وقت اللياقه في هذا المنطقه، ما بدي اقول دخل من القيعان، لا دخل عند التحليل الاستراتيجي اللي جددناه وقلنا شوفوا ما شاء الله إغلاق شهري فوق المتوسط، إغلاق كان فوق المنطقة دي، شوف نفس الشارت اللي كنت أتكلم عليه، إيش كنا نقول إنه يوصل 102 103، تعرفوا إيش كانت؟ كانت سقف الدور الأول، اقتحمها وقت اللياقة، شوفوا أنهى هذه المرحلة اللي كنا نهرج فيها، شوف هذه شمعة فبراير، هذه شمعة مارش، قلت ما بين فبراير ومارش توصل عند 103 أو 100 أو 97، وصلها اخترقها وقت اللياقة، إيش اللي صار؟ انفجر السهم، شوف راح مرحلة ثانية اخترقها السهم، دخل المرحلة الثالثة، شوفوا الآن وقت اللياقة، العجيب في التحليل إنه أنا لما عرجت على توقعاتي بإنه خلاص وقت اللياقة صحح، وإنه كيف احترم الترند اللي بعد كورونا واخترقوا، العجيب إني أنا أتكلمت عن هدف الوتد. شوفوا يا جماعة هذه أشياء نحن نقولها الآن كأهداف رعاية، هذا اللياقة ترى غير موضوع رعاية، رعاية ترى عالم تاني لأنه نفس الفكر. شوفوا الآن إيش قلنا هدف الوتد، يعني يا جماعة هذا الترند اللي اخترقناه شايفين من قاع الموج إلى خط الترند، لو جينا سحبنا هنا، العجيب اللي تفاجأت فيه إيش؟ إنه الموجة الأولى لما وصلت هنا 138 تمام؟ كانت لسه ما جابت هدف الوتد، شوفوا سبحان الله متى جابوا الأيام هذه، شوفوا الآن عند هدف الوتد، هذه المعلومة اللي أنا الآن أكدت لنظرة الآن في وقت اللياقة، لما جيت من باب أقول انتبه ترى أنت في قمة القناة، زائد أنا عرجت لا قدر الله، قلت إذا كسر 81 وأكد كسر القاع يمكن يروح لهذا الترند، طالما أنا معتمد هذا الترند في ذلك الوقت وأنا عندي قمة زي كده، شوفوا وهذا سقف القناة، إيش رأيكم في الكلام ده؟ ينسمع ولا ما ينسمع؟ إيش رأيكم في التحليل ده؟ هذا تحليل قديم وهذا تحليلنا اليوم، القناعة، وصل السهم إلى أعلى ما يمكن إنك تحلم فيه من قاع من عند القاع من عند الثمانين إلينا. هذا الرجل اللي يقول اشترى ب80 يمكن يكون شوف اخذوا صح، ما بدي اقول والله اتباهى انه اخذوا على كلامي على كلام اخوه، انه اخوه قال اشتراه بهذا المستوى، لانه فعلا السهم ديك الايام كان معطي اشاره حلو، لانه لما عكس الاتجاه وين كانت قوته في بدايه عكس الاتجاه، انه رجع فوق 61 فيبو ورجع فوقها،
احنا مو كل الاسهم لما نرسمها لما نشتغل عليها نقول هذه اسهم ضمن لو طلعت وعكست الاتجاه فاقتحمت مسارها الهابط. شوف اقتحم مساره الهابط وقت الليها في فبراير. شوفوا مره يا ابو يحيى اخترت المقطع اللي كان في التوقيت. شوف من ذلك التحليل ومن ذلك التوقيت في كان في نهايه يناير مع الاغلاق الشهر. شوفوا من بعدها ايش سوى وقت الليام. هذيك المنطقه اللي كان واحد فيها يفكر اول ما يشتري السهم مصحح ويقول لك خلاص انا ليش اخاف، انا مدعوم بالمتوسط ومدعوم بال61 في اللي ركب الموجه من هنا. والله يا جماعه منذ أن تحرك وقت اللياقة لم يعطي له إشارة عكس اتجاه أو خروج إلى أن وصلنا إلى هنا. شوفوا أداء الشهر كيف. شوف اليوم نحن في سبتمبر، الآن هذه شمعة فبراير، مارش، إبريل، مي، جون، جولاي، أوغست. شوفوا الشمعة الآن هذه بداية سبتمبر، شوفوا كيف الآن بدايتها حمراء مع أنه لسه يعني ما ضعف السهم، قلنا لا يكسر كم 148 ومش. الغريب والملاحظة برضو في المقطع القديم الفائدة اللي استفدناها إني أنا أشرت إنه شوفوا يا جماعة السهم نزل كمل سنة نزول، وأنا أقول من عند النزول سنة رجعتنا بعدها من سبتمبر إلى سبتمبر سنة صعود. تخيل إنه نزل خلال عام وطلع خلال عام وحقق هدف الوتد. إذا قلنا لكم قيموا هذا المحلل الكلاسيكي كم تعطوني بالنسبة المئوية في تحليل قديم مع تحليل حديث الصبر؟ طيب كل أغلب كلامنا الآن في شركات في القيعان ما أنتم قادرين تصبر. شوف هذا قديش جلس، قديش جلس عشان يدخل في الإيجابية دي، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة بعد ستة أشهر. شوف اللي اشتراه عند 61 فيبو أو اللي اشتروه عند أول مرة قلنا عند الاختبار وحط منطقة الاختبار في ظهرك لا يغلق تحتها، والله يا جماعة جلسوا ستة أشهر. طيب يقول لك الكلام في الماضي نقصان في العقل، علما عند أبو محمود في تحليلات أبو محمود ما هو نقصان في العقل، لأنه يعني إذا أردت أن تعرف المستقبل لا بد أن تفهم الماضي. طيب اليوم أنا بقول في عندنا شركات كثير ننظر لها زي ما كنا ننظر لوقت اللياقة لما كانت تحت، لكن الفرق بينها وبين وقت اللياقة تحت إنها لسه ما عكست الاتجاه. انتوا حظكم إنكم سمعتوا المقطع وقيدوا السهم كون ترند. شوفوا الآن أنا روح ضربت مثال في مين؟ في الخزف. لو أنا أبغى أجي أحلل الخزف في عام سبتمبر من 23 الآن كيف أنظر للسهم؟ طبعا اللي ينظر للسهم ما حقول إنه السهم إيجابي زي ما قلت في وقت اللياقة، السهم ما هو إيجابي، بس يا جماعة السهم الآن في قيعة يا يكون قاعين متجاورين، يعني قاع هنا وقاع هنا هذا احتمال، يا إنه يجركم إلى الترند ونسبة تصحيح 78 فيه، لكنه في قيعة، قيعان فنية متعوب عليها، نسبة تصحيح في الموجة تجاوزت ال 61 فيه، زي وقت اللياقة تجاوز ال 61 فيه. تعرفوا هذا شارت الخزف متى يصير زي وقت اللياقة ونقول عليه ممتاز؟ لابد انه يرتد السهم في المستقبل ويصعد وتشوف المنظر ده. شفت المنطقة اللي قلنا عليها 80 ما داموا فوق الخزف وقت اللياقة معطينا إشارة حلوة وترين صاعد وعكس اتجاه، يعني انت لازم تشوف قناة بدأت تصعد في الخزف من هنا، وهذه القناة اللي بدأت تصعد اقتحمت إيش المسار الهابط، رجعت فوق الفيبو، يعني كأنك تتفرج على ترند صاعد كده. هنا في دي المنطقة عندما يتخطى 33 32 هنا يصير حكم وقت اللياقة لما انطلق في شهر فبراير. دحين شوفوا نحن الآن في القاع ممكن يقعد الخزف الآن شهر شهرين ثلاثة ما يختلف. لو كسر السهم منطقة 27 امتداد للسلبية، لكن شوفوا أبعاد السلبية فين، يعني فلنفترض أنه جاء واحد قال أنا بحط رجل هنا وأبغى أقفل على الكمية دي، يعني أنا أبغى أعيش احتمالية تكوين قاعين متجاورين، بس أنا ماني متأكد، لكن أنا عندي رأس مال. شوفوا هذا دخلنا الآن في فن الإدارة، فن إدارة دخول سهم. أنا أبغى أدخل عند هذا النموذج أقوم أشتري ثلث الكمية، أبغى أشتري مثلا 1000 أشتري 300 سهم أو 333 سهم، متى أزودها؟ أزودها كل ما حسيت أنه السهم بدأ يطلع، يعني اقتحم المية
اقتحم مطب 30 ريال اخذ 333 الثلث الثاني، اقتحم ال 33 اخذ صار عندي 1000 سهم، وانا قيدي امنت على متوسطاتي تحت. الطريقه الثانيه دخلت في صباع هنا قام السهم كسر ال 27، اوقف خساره؟ لا، اتخيل انه انا ممكن انا في سبتمبر اذا كسرت او في اكتوبر انزل، ولا اخلي الكميه الثانيه اخليها عند الترند وتمني، وهنا ادخل في الثلثين واكسر ام الافري، لانه حتكون 4 ريال، فلما ينزل 4 ريال وانت تاخذ ضعفي الكميه يعني معناها سحبت الافرج ل 25 وكانك بتسيطر عليه في القاع اللي هو أسوأ قاع ممكن تتصور في الشارت هذا توصل له. طبعا يا شباب ما نعلم الغيب، لو جاء واحد قال لي طيب ايش دراك يمكن ينزل السهم فيكسر الترند، معناها الألف كلها تبيعها لو قفل شهريا تحتها وقدر الله ما شاء فعل. لكن لو كل ما نبغى يجي مساهم، وين الجسارة في البيع والشراء؟ لو كل ما نجي نبغى ندخل في سهم أو نجمع فيه نبغى نحط في بالنا هذا الاحتمال إنه ممكن يكسر، معناها ما حد اشتغل في السوق. كان نحن ما كسبنا في خدمات الأرضية في يوم من الأيام، ما كنا كسبنا في دار الأرقام في ذاك كم يوم في ذيك الفترة، ما كنا كسبنا في أسهم كثير، ما كنا كسبنا في زي من 10 ريال. لو كل ما حطينا قاع ورسمناه نحن نمشي على قواعد التحليل، هذه موجة فين أقوى دعم لها؟ تيجي تقول لي والله سهم نزل 78 وعنده ترند، شوفوا الترند هذا ترند ما هو عادي، هذا ترند قوي، مر من حوالي قاعين صاعدة 1 2 وتكون هنا الثالثة، هذا أمر طبيعي. لذلك أنا لا يمكن أتصور، مع أنه ما في شيء مستحيل، لكن أنا أجي أقول مثلا بلغة التحدي والجسارة، خلاص إيش أسوأ منطقة حشوفها؟ 23 على النظرية أو 23 70؟ خلاص أنا لو دخلت على مبدأ قاعين متجاورين أخذ الثلث، وإذا نزلت أخذ. ونفس الحكاية في التعديل، لو جاء واحد قال أبغى أعدل بنقول له عدل بكل سيولتك الآن، لكن يجب أن تعلم لا تشبهه في وقت اللياقة عند صعود عشان يشبه وقت اللياقة، يعني يجب أن تكون مراقب في المستقبل. هذه الحالة الفنية اقتحام الاتجاه الهابط من القمة أو العودة فوق 61 فيبو، والله أعلم وأعلم. هذا هو التحليل الخزف بكل بساطة، استراتيجية. واضح يا شباب؟ لا لا إن شاء الله إذا اقتحمت المرة الجاية 33 وصار دبليو، ولو تأخرت شوية بس بإذن الله حتعدي المتوسطة بإذن الله. المتوسطات ما هو ذاك الأمر، يعني حتقول 37 على النظرية، ممكن يقعد شهر شهرين يفحط يضرب ال 250 يرجع يختبر الفيبو، بس يكون نتكلم على انه بس في السهم خلاص اخذ المنفرج، انت يصير عينك على الترند اللي طالع معاه من قاع الموج. بالتوفيق ان شاء الله.